شمس سليم عطية. طب ايه موقفك مع الحزب المصري الديمقراطي، او حضرتك بتمثل ايه مع الحزب المصري الديمقراطي؟ اولا انا اول مره ادخل حزب مصر الديمقراطي، بس لما قرات عنه وقرات عن افكاره عجبتني جدا، ولقيت انها كلها افكار بتمثل كانت مطالب 25 يناير، وهي مطالب الشباب وبتدافع عن الحريه والعداله الاجتماعيه، ومؤيده جدا للشاب المصري، وبتعاون طبعا الشباب كلهم، ويعني عجبتنا افكاره جدا. سمعنا ان اكتر الشباب حيبقوا مع الاستاذ حمدين صباحي، يا ترى انت بتدعم مين فيهم من المرشحين؟ اكيد طبعا بدعم سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، لان من وجهة نظري انا هو انا شايف هو راجل المرحلة اللي جاية، لان هو اللي ينفع لها، لان مصر محتاجة واحد زي ما يقولوا اسد، وهو فعلا الاسد بتاعنا.